لماذا السمنة تضعف الجهاز المناعي؟ من المعروف أن الشخص المصاب في السمنة لديه كثير من الأمراض الاستقلابية، منها أمراض السكري، أمراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني، مشاكل في القلب، ارتفاع في الكوليسترول وغيرها وغيرها وغيرها. كثير من الأشخاص دول بيبدأ عندهم جهاز المناعة ينخفض، ليه؟ لأن إحنا ما قادرين نتحكم في علاج الأمراض هذه بسبب السمنة. فأول شيء علشان نقدر إن إحنا نتحكم في الجهاز المناعي، علينا إن إحنا نخفض وزننا، نتحكم في سكر الدم، علينا إن إحنا نتحكم في ضغط الدم، وعلينا نفس الشيء نتحكم في الكوليسترول. كيف؟ إن إحنا نمارس نوع من أنواع الرياضات اللي هي زي المشي علشان تساعد إن هي تحرق الدهون أكثر، وعلينا باتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف من الخضروات والفواكه، غني بالحبوب الكاملة مثل النخالة والرز البني والخبز الأسمر، ومثل البروتينات قليلة الدسم مثل الدجاج بدون جلد، أو مثلا البيض يكون بياض البيض ونقلل من الصفار. فهذه الخطوات مهمة جدا علشان نحن نقوي جهاز المناعة ونركز على الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة اللي حتساعد على رفع جهاز المناعي.